شيخ إذا أخرت زكاة الذهب أكثر من 3 أشهر، هذا الشق. الشق الآخر، إذا اشترى ذهب جديد وأضافه على الذهب القديم اللي وجبت عليه الزكاة. تأخير الزكاة سواء زكاة الذهب أو غيره لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلا للزكاة وأخرها ليتحرى من يرى أنه أهل، فهذا لا بأس به. لكن يجب أن يقيد الحول لأجل السنة الثانية، ما يقول أنا ما زكيت إلا مدة 6 أشهر أضيف 6 أشهر أخرى. مثلا إذا كان تحل في رمضان ولم يجد أحد يعطيه وأخرها إلى ذي القعدة، إذا جاء رمضان الثاني يؤدي الزكاة. لا يقول إننا لم أؤدي إلا في ذي القعدة فلا أخرج إلا في ذي القعدة، لا، لأن الأول تأخير. فإذا كان لمصلحة فلا بأس. أما إذا اشترى ذهبا في أثناء الحول فإنه لا يضم إلى الذهب الأول في الزكاة، بل يجعل له حولا وحده، وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويخرجهما يخرج زكاتهما في آن واحد فلا بأس، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة. أي نعم، إذا كان الاشتراء أقل من النصاب يضاف إلى الأول في النصاب. أي نعم، لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد.